يعد الطريق السريع الدول من أهم الطرق الحيوية ليس للأنبار فحسب بل لجميع المحافظات العراقية، خاصة وأنه يمر بثلاث دول عربية، حيث قامت قيادة شرطة الأنبار بتعزيز قواتها الأمنية في المناطق الرخوة مدججة بأسلحة ثقيلة للحد من أي عمليات إرهابية محتملة تربك المشهد الأمني في المحافظة. وتأتي هذه الإجراءات الأمنية لضمان الحفاظ على سلامة المسافرين وتجار البضائع. تم الدعم وتعزيز هذه المديرية بالسلاح بمختلف أنواعها، إن كان سلاح على مستوى الهاونات أو القاذفات أو السلاح الحادية أو باقي السلاح والنوع الآخر الساند. كذلك أيضا تم تعزيز هذه المديرية بفتح نقاط مرابات على طريق الدولي السريع ضمن قاطع المسؤولية من الكيلو 5 إلى قاطع الكيلو 160. تم فتح ما يقارب أكثر من 20 نقطة مرابات ضمن هذا الطريق وضمن أيضا واجبات مديرية الطرق الخارجية. الغرض من هذا الدعم في الملاكات البشرية والسلاح والآليات وكذلك أيضا فتح هذه النقاط هو لتأمين الطريق الدولي السريع الرابط التجاري ما بين الدول المجاورة المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية إلى العاصمة بغداد وإلى محافظة الأنبار. المقاتلون المرابطون على الطريق السريع الدولي أكدوا استمرارهم في تأمين الطريق ليلا ونهارا، مؤكدين على استمرارهم في ملاحقة الخارجين عن القانون في عمق المناطق الصحراوية والقضاء عليهم. نحن مدير الطرق الخارجية حماية الطريق السريع ودعمنا بالأسلحة الثقيلة وبالآليات وتأمين الطريق الدولي السريع ليلا مع نهار. من تشريع خط الدولي السريع غرب الأنبار، خط الدول السريع يشغل مكان استراتيجي حيوي بين دولتين، بين دولة الأردن الشقيقة والعراق، والحمد لله الوضع مستتب ومنتشرين، وحسب معلومات الاستخباراتية اللي جاي اتصلنا جاي نطلع على مكانات بيها تواجد داعش، والحمد لله قضينا عليهم بالكامل حسب الإحداثيات اللي جاي تجينا من مصادرنا. تعزيز القوات المرابطة على الطريق الدولي بقوات معززة بأسلحة ثقيلة ستعطي طابعا إيجابيا بدخول البضائع إلى الأنبار والمحافظات العراقية، خاصة بعد تأمين الطريق على مدار 24 ساعة. من الأنبار معاذ الفهد، قناة التغيير.